السلام عليكم، مرحبا بكم. انا في حديقة التماسيح، الاسم ديالي محمد طيش، مرشد سياحي هنايا في كروكو بارك. اذا بالنسبة للعدد ديال التماسيح اللي كاينه هنايا 325 تمساح اللي الاصل ديالهم من النيل. كما عرف الجميع كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي كروكوديل، اللي التمساح الاسيوي والتمساح الامريكي، ولكن هنا عندنا في حديقة التماسيح اللي هو لو كروكوديل دو نيل. اذا بالنسبه كما كيعرف الجميع، التماسيح هي حيوانات لحمه، يعني كتغذى على اي حاجه من اللحوم. بالنسبه حنا في حديقه التماسيح كنعطيهم الدجاج، كل كنعطيهم اللحم على حسب كل مره واش كنعطيهم. اذا بالنسبه للكميه ديال اللحوم اللي كيستهلكوها التماسيح هادو، اذا بالنسبه للكميه ديال اللحوم اللي كيستهلكوها التماسيح هادو هي تقريبا 60 كيلو لجميع التماسيح. اذا تقريبا هو الانسان اللي عنده واحد الفكره خاطئه كيسحب لي التمساح كياكلوا بزاف، ولكن هو التمساح ما كياكلش بزاف. يقدر تقريبا نقول لكم بلي التمساح كل تمساح كتخصو تقريبا 3-4 ديال الكيلو في الاسبوع، يعني ما يقرب 500 غرام في النهار، ما كياكلش بزاف. والتماسيح يقدر تبقى واحد المده ديال عامين بلا ما ياكل. علاش؟ حيت فوق الظهر ديالهم بحال لي بانو سوليغ، كيجمع الطاقه من بعد، كيجمع الشمس من بعد كيحولها للطاقه، اللي كيقدر يبقى واحد المده بزاف بلا ما ياكل. الفترة هذه تقريبا حنا في اواخر ديال الايام ديال التغذية ديالهم، حيت ابارتيغ تقريبا من واحد 15 يوم ان شاء الله غادي نحبسوا عليهم الماكلة. علاش؟ حيت غيدخلوا في واحد المرحلة ديال السبات الشتوي، يعني ثلاث ايام في فصل الشتاء التمساح ما كياكلش كيصوم. علاش؟ حيت ما كايناش الشمس اللي كتعاونو على حساب الهضم، يعني الشمس كتعتبر العامل الاساسي باش كيهضم التمساح، داكشي علاش ما كنعطيهمش في ديك لا بيريود ديال ليفير. اذا هذه واحد الفكره خاطئه بزاف على اللي ما يروش في مدينه ولا خارج المدينه. بالنسبه للناس كيقولوا بلي كروكو بارك كيعطيهم الحمير ولا كيعطيهم الكلاب حاجاكم، لا. بالنسبه كما تشوفوا دابا في الصوره، حنا كنعطيهم الدجاج، اللي كان لي فورنيسور خاصين هما اللي كيجيبوا لنا اللحم، يعني اللي هو اللي هي عندها معايير صحيه، حيت الا جاب الله كنلوحوا شي حاجه في ديال الجيفه حاجاكم في الماء غادي يخناز، داكشي علاش كنعطيهم اللحم نقي وفيه لي فيتامين على حساب الصحه ديال لي كروكوديل هادو. اذا بالنسبه لاكبر تمساح اللي كاين هنا، هو تقريبا الطول ديالو ما كيوصلش 4 ديال الامتار، والعمر ديالو 15 سنه، والوزن ديالو تقريبا هو 120 كيلو حتى 130 كيلو. اذا لا جوغي دو في ديال لي كروكوديل هادو هي 100 عام، 100 سنه و7 ديال الامتار وطن في الوزن ديالو. هذه هي الوزن الامد العمري ديال هاد التماسيح هادو. من غير التماسيح اللي شفتو في هذه الحديقه هذه، وكاينين ثعابين، لي زاناكوندا، ولي بيتون اللي هي الاصل الشبكيه، وكاينين سلاحف، وكاينين لي غوانا، وكاينين القرده ذات الفرشاه البيضاء اللي هي ذات الفرشاه البيضاء اللي هما لي ويستيتي اللي الاصل ديالهم البرازيل. هي كتميز ايضا بمجموعه من النباتات اللي كتنحدر من جميع بقاع العالم، كما كتشوفوا موراي دابا واحد المنطقه ديال تكرير او منطقه ديال تصفيات المياه. داكشي علاش الماء خضر، على حساب هاد النباتات هذو اللي كيقوموا بواحد الدور كبير باش يصفيو لنا الماء، بحال لي نينوفار، بحال لوتو، بحال لو فيكتوريا، بحال لو بابيروس. هاد النباتات هادو كيصفيو لنا الماء بلا ما نحتاجو نحطو لي برودوي كيميك او اذا المواد الكيميائيه في الماء، حيت غادي يعرضوا لنا الحياه ديال التماسيح للخطر. داكشي علاش الماء خضر، على حساب هاد لي بلونط هادو هما اللي كيفلتريو لنا الماء، اللي كي تقريبا كيفلتريو 60% ديال الماء بلا ما نحتاجو لي برودوي كيميك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.